جماعة بسرعة كده، واحنا بنتكلم على موضوع الأهلي والزمالك دوت واللي بيحصل بين الجمهورين وصفحات الأهلي وصفحات الزمالك وقلة الأدب والشتيمة والشماتة والكلام ده كله. أنا كواحد أهلاوي بحب أقول إن الزمالك السنة دي عمل إنجاز كبير ومعروف للناس كلها إنه وصل للنهائي، بغض النظر بقى 3 فرق 4 فرق في المجموعة، عمل اللي الأهلي ما قدرش يعمله، وده حاجة مهمة ولازم نعترف بيها. الحاجة الأهم بقى دلوقتي إن على موضوع الزمالك في النهائي الماتش اللي جاي، لازم 3 حاجات. أي حد بيفهم كورة لازم يقول ال3 حاجات دول. أول حاجة، الزمالك لازم يجيب جون في أول تلت ساعة، 18 دقيقة، 25 دقيقة هيبتدوا يتعصبوا وهيبتدوا يتحط عليهم، والمدرب هيبتدي يزعق من بره ويبتدي يتعصب على أي فرصة ضايعة. احنا وصلنا وعملنا حاجات كتير في الماتش الاولاني بس للاسف ما حالفش الحظ. الحاجه التانيه والاهم، موضوع 70,000 والتذاكر اللي اتباعت، هو مش فرح. لازم 70,000 دول هيبقوا ضغط على الزملكاويه قبل ما يكون على سان داونز. عايزين نفهم ان الفرقه ديت فرقه محترمه وفرقه عملت حاجات كتيره، بس المشكلة ان هما ما ينفعش يلعبوا في وسط 70,000. حتى الدوليين اللي فيهم اللي راحوا متوشة منتخب مصر، لما كان بيبقى فيه جمهور بيبقى 25-30,000 بالكتير، ونصهم كان بيبقى غالبا متوشة وقدية، يعني مش اللي هي متوشة المهمة. الحاجة التالتة والأهم، مرتضى منصور بقى يخلص خالص. الناس دي، اللعيبة دي، العيال دي زي ما هتسميهم، عايزين يكسبوا اكتر منك. واذا كنت تقعد على كرسي وعايز تعمل بقى حوارات وانا جبت افريقيا، هم عايزين يعملوا اساميهم وعايزين يعملوا حاجه لنفسهم تتكتب في السي في بتاعهم او في التاريخ بتاعهم كلاعب الكوره، وبالذات شيكابالا والناس القديمه. لو سمحت خلي بالنا ان 70,000 هيبقى مشكله. مرتضى منصور لازم يخرس ربع ساعه الاولانيه او اول تلت ساعه، لازم يجي فيهم جون. هو دوت اللي هيفتح الماتش، وهو دوت اللي هيخلي الزمالك يلعب مباراة كويسة. وكفاية كفاية كفاية اللي بيحصل بين الجمهورين، عشان ديت قلة أدب ملهاش أي لازمة، مش في صالح أي حد. عيال ملهاش عايزة عمالة تفرح وتشمت والكلام ده كله، مش هيفيد بقى أي حاجة. شكراً.